مرحبا مستر ريد، انا طاهر معك، طاهر العجرمي. بدي اتكلم معك عن شو اللي سويته امبارح. قمت من النوم الصبح الساعة 6، رحت على المطار، وصلت اخوي للمطار، بعدين رجعت للبيت، ضبطت شعري، ولبست البوت الجديد، كنت فرحان فيه انا. بعدين ركبت في الباص، وصلت للجامعة الساعة 8:30 تقريبا. قعدت في المكتب شوي، قرأت على تقريبا نص ساعة. رحت شفت صديقتي، قعدت معها شوي، جلست معها شوي، رجعنا درسنا قليلا. كان عندي محاضرة العلاقات الاقتصادية دولية مع دكتور اسمه سعد أبودية. حضرنا المحاضرة، كانت من الساعة 2 للساعة 4. بعد المحاضرة ركبت في الباص مرة ثانية، عمل ممل يا مستر ريد هذا. روحت لمرج الحمام، كنت صايم، كنت جوعان كثير هذاك اليوم، أكلت كثير كمان. بعدين رحت على الدكان، سوبر ماركت يعني، دخنت سجائر، شربت بيبسي، مش كوكاكولا، بيبسي. بعدين رجعت على البيت، عملت القطايف، بعدين نمت شوي، رحت لعبت شدة، بعدين حضرت فيلم أمريكي عن طلاب في الجامعات، كان فيلم حلو عن الشر والخير، والفتاة الشريرة بعدين ماتت، وكان في فتاة حلوة اسمها هيثر. على فكرة مستر ريد، الجامعات عندكم بأمريكا حلوة كثير، أحلى من عنا، يعني التعليم عندكم أحلى، والبنات أحلى، والجامعة نفسها أحلى. هذا كل اللي عملته مبارح، واليوم أنا قاعد معك يا مستر ريد، وهي عملنا بنسجل، والعالم تضحك علينا وتتفرج علينا. وأتمنى أنك تقضي نهاية أسبوع كويسة، وعيد سعيد من هسه يا مستر ريد.